طيب الجرائم الإلكترونية تعريفها من في القانون والتشريعات والتشريع المصري من حيث الوسيلة، هو عرف الوسيلة اللي من خلالها هنعتبر إن دي جريمة إلكترونية أو لا دي جريمة تقليدية عادية، حصرها ولا يعني أطلقها، لأنه الحقيقة الوسائل بتتطور بتطور سريع جدا. حضرتك خلينا بقى من 10 سنين لو احنا قلنا ان في سمارت فون محدش كان طبعا هيصدقنا، خالص. ولو حضرتك كنت بتتكلمي على اللي بنسميها اللوائح الالكترونيه عشان ما نقولش شركه بعينها، يا نهار ابيض. انا فاكره جدا ان حوالينا الاساتذه ما فيش حاجه اسمها كده. دلوقتي مثلا صعب جدا انك تقنعي واحد وهو داخل ما شاش لابتوب. احنا الوسيله الالكترونيه اي شيء يمكن تخزين عليه معلومات واي شيء يتم تداوله من خلالها، بقى هيدخل فيه اي وسيله الكترونيه سواء كانت اللوائح الالكترونيه، السمارت فون سموها الهواتف الذكيه، كل ما يتعلق. وانا هقول لحضرتك حاجه، القوانين وضعت في حد ذاتها لتعدل لتواكب العصر. طبعا ممكن نعم بعد قوانين 10 سنين الالكترونيه اضطر ان اتدخل تشريعيا طبعا لادخال. المشكله دايما عندي انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. نعم انا تاخرت قوي في مصر زي ما حضرتك ذكرتي في 145، انا تاخرت قوي الناس بالقانون. الموضوع ده اتاخر 19 سنه، كان من 19 سنه عليا انا اتدخل، لكن هو تدخل وبتنظيم تشريعي العام الماضي اغسطس، او انا سميته عام الجريمه الالكترونيه 2018 في مصر، يضع تنظيم انا اعتقد انه جيد في الوقت الحالي، عشان اي انتقادات هتوجه له هتكون امام عين المشرع انها يعدله قد يكون بعد فتره، لان هذا عمل انساني في النهايه قد يحتاج الى التطوير، قد يحتاج الى الادخال. انا اكتفيت انه يكون بوسيله الكترونيه، لكن هحتاج بعد فتره في وسائل جديده. انا افتكر من طبعا 50 سنه ما كانوش عارفين يجرموا التيار الكهربائي وسرقه التليفونات، فاضطر المشرع يتدخل. كان سرقه البنزين في العربيات، فاضطر المشرع يتدخل. التطور ايوه طبعا بيحصل القانون كائن حي بيتنفس ولازم يتطور بتطور متوافق المجتمع. تنظيم سلوك افراد داخل المجتمع. طب اهم ملامح هذا القانون هو العام السابق ظهر وخرج للنور، اهم ملامحه يا دكتور وايه الامور اللي كانت معضله اللي كان فعلا مرتكبي جرائم بيفروا بعملتهم بسبب عدم وجود نص، وجود النص خلاهم امام العقوبه، اهم ملامحه ايه؟ أهم ملامحه الاعتراف بالدليل الرقمي ايه بقى موضوع الجنائي. الدليل حلو. الرقمي ده؟ حضرتك كان القاضي بيقف عاجز أمام الاعتداد بالدليل الرقمي. بمعنى حضرتك اللي بنستخرج من تليفون حضرتك رسائل نصية الاس ام اس، ده دليل رقمي. دليل رقمي. الايميل دليل رقمي. هو ما كانش قبل كده لا، بيعتد ما بيه؟ كانش بيعتد بدليل رقمي. دلوقتي بقى عندنا معامل اسمها معامل جنائية إلكترونية. المعامل هيجي يقول لحضرتك النص ده اتحرف، تم حذفه، تم اضافه ليه الصوره، تم معالجتها، كل الادله الصور اللي عند حضرتك على على التليفون تطلع ادله رقميه وعده بقى الهارد ديسكس، كل اللي ما تتصوريه متصل بالادله الرقميه اصبح مقننا بالقانون. ده اول حاجه رائعه، القاضي الجنائي اصبح امامه الان الحق في انه يستعين بالخبراء من اجل تفريغ المسائل الالكترونيه الحصيله على الدليل الرقمي. حضرتك فأصبح المسجات والصور وكل الأمور ده دليل. ده دليل رقمي. خافوا بقى من دلوقتي، انا بقول دلوقتي انا حضرتك الرساله اللي بتبعتها عليك ان تتيقن انها اصبحت دليل رقمي يعتد بيه. كمان الاس ام اس اللي بتتبعت عبر الرسائل التليفونات، الواتس اللي حضراتكم بتتعاملوا بيه، الفايب، وكلها من وسائل الابلكيشنز الموجوده على الموبايل دي، هفرغها واطلعها لحضرتك. انا اصبح كمان القانون بيلزم الشركات اللي بتبث الخدمات انها تحتفظ ل 180 يوم، وهذا رائع لانه مش بتحتفظ انا عايزاكي بالمحتوى، تاكدي على مش الفكره دي. بتحتفظ. لا، هنا بقى معلش الناس تفرق بين حاجتين، انا مش بحتفظ بالرساله اللي بين حضرتك، انا بعترف ان في محادثه تمت في تمام الساعه كذا بالاي بي اللي هيصدر حضرتك، بس لما تيجي تقدمي لي انت دليلك العبارات السب والقصف اللي تمت اتاكد انها فعلا كان في اللحظه دي. انا بحتفظ ان هذا الجهاز ارسل رساله في الوقت ده. انا ما بحتفظش بحاجه خاصه بالاشخاص عشان بالمحتوى، السريه. لا، ما وكمان بقتحمش سريات ولن او سريه معينه. حال خاصه، حياه خاصه. وكمان انا ما اقدرش اقدمها الا بناء على امر قضائي بيقول لي هيكلفني ان انا الجهه المسؤوله اللي هو مزود الخدمه اتفضل قدم لي المحكمه او لجهه الضبط الادله كامله بتواريخها وده مهم جدا. طبعا لو اتكلمنا على جريمه زي الارهاب ويتم ارسال ايميل وبينهم ومحادثات، انا بحتار افرغها عشان اتعرف على الكارثه اللي هتحصل قبل ما تحصل، فده مهم جدا في التطبيق.